سمعت عن كورسات الأنوثة؟ بجد؟ كل اللي انت قلتيه ده بجد؟ كورسات أنوثة؟ لا عامه انا ما اعرفش يعني ايه كورسات الأنوثة. ايه سمعت عن كورسات الأنوثة؟ سمعت طبعا. ده بجد؟ فين بتتاخد؟ فين؟ طيب في بنات كتير تشوفها في الشارع تشوفها مسترجله. طب ما ابقى مسترجله. مش كل البنات مسترجله يعني، في بنات قمر زي كده. زي مش مسترجله خالص في عمرهم. Only بالعكس ده الدلع كله في البنات المصريين. ده جامدين جدا. مش مستنيين يعني حد يعلمنا. يعني ده كورس يعني بيتاخد علشان البنت تعرف تتعامل بدلع، تعرف تتدلع. يعني بتتكلم زينا يعني مثلا؟ مش فاهم. البنات في مصر مش محتاجين كورسات انوثه علشان خاطر هم صعب يتعلموها حتى لو بكورسات. صدقي حتى لما بيخشوا على الانوثه بيبقوا فاهمينها غلط. هو لو الولاد مش مسترجله لازم البنات تسترجل. في فرق ما بين الانوثه وده مؤاخذه المحن. البنت تتدلع، تعرف ازاي تمشي، ازاي تتكلم، تبقى دلوعه. راحتها بس مش فاهم برضه. طب لو مراتك جت قالت لك ان هي عايزه تروح تاخد كورس عشان تتعلم ازاي تتدلع وتتعلم الانوثه، ايه رايك في الموضوع؟ تروح تتدلع براحتها طبعا، ما زعلتش ولا قاعده تتعلم وتتدلع، ما زعلتش. لا ما اعتقدش ان انا هختار واحده ما فيهاش جزء الانوثه ان هي تبقى محتاجه الكورس ده يعني. لا انا لو خطيبتي مش ما عندهاش انوثه مش هخطبها اصلا. كل واحد يختار اللي هو عايزه، مش لازم يبقى كل واحد ليه تبقى بنت واللي عايز يبقى ولد تبقى عايز. انا عايز حاجه يعملها. تقرير حلو جدا الحقيقه، يعني انا اول مره اشوفه دلوقتي، انبسطت جدا. وبنشكر كل الناس اللي نزلت طبعا وعملت لنا التقرير ده، احنا بنشكركم جدا. وعجبني كمان يعني في شخص كده علق معايا في التقرير ده، الحاج اللي كان لابس الكاب على دماغه، ما يتدلعوا في ايه ما يتدلعوا يعني. لا وسمع كمان عن الكورسات اللي انت سمعتها فين يا حاج؟ يعني انا عايز اعرف انت على ايه يعني. انا ما عرفتهاش، انت عرفت منين يعني؟ قول لي عرفني. طيب احنا معانا بقى دلوقتي اسماء مراد، يعني هي بقى بتدي كورسات انوثه. يعني كورسات انوثه دي كلمه صعبه جدا على ناس كتير لما تسمعها، فاحنا عايزين نخلي الكلمه ابسط على الناس، ازاي نقولها لهم؟ اولا انا بهنيكم على البرنامج وخفه دمكم من اول ما وصلت القناه بصراحه. والله نورتينا، ده ميرسي لي بجد. ان شاء الله تبقى برنامج ناجح باذن الله. باذن الله. هي كلمه انوثه عشان هي احنا عندنا في معتقداتنا في ثقافتنا ان هي حاجه ليها دخل بالدلع بالابتذال بالاغراء، فاللي يسمعها لاول مره بيحصل له صدمه. ايه الكلمه دي يعني؟ ايه انوثه؟ في ناس تاخدها اتهام معناها ان انا مش انثى مثلا او مش ست، وفي ناس بتسمعها يعني ايه انا عايز افهم. فهو ده الفرق في لما حد يسمع الكلمه. بتقابلي مشاكل اول ما تيجي تقولي لواحده تعالي هديكي كورسات انوثه، فبتقول لك اوكي انا هاجي لحضرتك ادي اخد كورسات انوثه، بتقول لك يعني ايه كورسات انوثه؟ هو انت شايفاني راجل مثلا؟ لا 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 مفيش حد قال الكلام ده خالص، الا لما حصل الجدل تقريبا من شهرين كده على الفيسبوك. لما واحده سالت صحفيه كانت بتدور عليا وبتسال، فبدا يحصل ايه ده ويعني ايه والكوميكس بقى وحاجه. انا قعدت اضحك طبعا لان هم مش فاهمين يعني ايه. لكن اي حد عندي في انا في مدينه 6 اكتوبر عارفين تسالني، الله انا محتاجك يا اسماء. حلو قوي، انا عايزه حد يفهمني، انا عايزه حد يعلمني. هي الانوثه مش شكل بس خالص، انا بدربها على تنميه بشريه وارشاد اسري، اخصائيه اجتماعيه، مجمعه كل ده وبسالها يعني بعلمها ازاي تقدر نفسها الاول، ازاي تحب نفسها، ازاي تصالح نفسها، ازاي يتقبلها الاخرون، وتعمل كل حاجه عشانها الاول مش عشان الغير. صح، هي بتستنزف طاقتها وبتخون نفسها وفي الاخر تقول لك انا مفيش حد مقدرني. طيب انا ريم مثلا، تمام؟ نعم. انا ريم مثلا. اوكي مثلا. انا ريم مثلا جيت لك دلوقتي، انا بقول لك انا اسماء عايز دلوقتي اشترك معاكي في كورس الانوثه ده، ايه اول حاجه بتعمليها معايا؟ وازاي بقى ايه اول يعني اول مش عايز اقول درس كده او اول حاجه يعني بتعمليها معايا؟ هو مش كورسات زي ما الناس قالت، هو في الاول في الاساس كان ارشاد اسري او دورات تنميه بشريه للبنات والسيدات. لما السيدات المتزوجات بداوا يتكلموا معايا لقيت ان المشكله عندهم مفيش وعي بانوثتها، مفيش طريقه التعامل مع الزوج،
محدش يبص لي ويضحك يا جماعه. والله والله كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في حاجه طيبه وبعض بحاول افهم الموضوع. ماشي يا معتصم، انا بحاول افهم الموضوع. انا هجيب لك الشهاده على التقرير يعني. هجيب لك الشهاده بقدر امكاني ولم بالموضوع، لان موضوع يعني كورسات الانوثه دي حاجه. لا انت جايب حد بتاع غزل البنات يسالوا عن الانوثه ده كلام. مش دول الناس اللي موجودين في المجتمع؟ ما هو انا بس الناس الموجوده في المجتمع راجل بتاع غزل البنات مش هيعرف يعني ايه اساسا كورسات. موجود وشباب وواحده تقول لك احنا مش محتاجين انوثه، احنا يعني حلوين. ماشي اوكي، ما هم حلوين بيجوا زي القمر وكويسين والله. الناس اللي بيتفرجوا علينا يعني ايه كورسات انوثه؟ يعني كورسات انوثه في حاجات زي الاختبارات دي مثلا بعملها لهم. أيوة نصايح للمتزوجات، اختبار بتفرح بيها جدا، هي بتبقى عايزه تعرف نسبه انوثتها ايه. حلو، فشويه اسئله بسالها لها وبتجاوب عليها. طب سؤال ولا اثنين كده اسالينا انا ريم وهو لا اتكلم عن نفسك. مريم ورجوله، لا لا ممدوح. ممدوح. عايزين مدرب رجوله يعني. مش عايز مريم ومها اهو بيقول مها بالاصفر ليه عليك مها والله. لا لا اتفضلي بس اسالي مثلا اي نوع من القماش انت بتفضليه، القطن ولا الحرير ولا الدانتيل؟ تمام الاسئله بتبين. في بنات تحب ده سوف والله العظيم. في بنات بتحب القطنيات، بتحب اللبس الخشن، اللبس الرجولي، بس ده برضو مش هينفي انوثتها. حلو، هي هتبقى انثى مهما تلبس. ده سؤال. احنا عارفين امثله بتلبس الجلابيه البلدي، في امثله بتلبس جلابيه شعبيه عاديه. دي مش هتلغي انوثتها. اكيد. اسئله كتير زي مثلا من السهل تشعري بالخجل احيانا ولا لا؟ لان نسبه الانوثه بتقل بسبب ان بسبب ان الخجل بيقل. بقى ازاي يا عم؟ انا هروح اشتغل معاهم، هجيب يا همزه مخنوق تعالوا بقى اشتغلوا معانا تاني. حلو، يعني يعني الاسئله دي على على اساسها بتبتدي بقى توظفي البرنامج. هي مجموعه اسئله كتير، انا عامله اختبارين فيهم. مثلا سؤال ازاي تتخيلي الرجل المثالي؟ انا مش بكلمك على شكلك بس. تمام. لا ده على شخصيتك ازاي تبنيها صح. حلو. وممكن اكون بقوم بدور الام، ربنا يخلي الامهات دور الام اللي مفتقدين، واللي هي الام اللي مش بترشد ولادها، اللي مش علمت بنتها حاجه. تمام. اللي ما علمتهاش ازاي اصلا تعتني بانوثتها، لان في مصطلح انا قلت اللي هو الوأد الانثوي والتشوه الانثوي، ان هم وأد انوثه البنت ممنوع تضحكي، ممنوع تتكلمي، ممنوع تعملي. وفي وأد للرجل، يعني قلت لحضرتك دلوقتي لو مريت بموقف صعب ممكن تبكي قدام حد، تعيط قدام حد كراجل؟ اه لا ما ينفعش. اتربيت كمان على كده، انا راجل ما ينفعش اعيط بفكر فيه كراجل برضه الموضوع صعب. اه دي ليه؟ مع ان الراجل ده لحم ودم وبشر وممكن يعيط وعنده مشاعر. أكيد. ولكن اتربى هو كمان ممنوع تعيط، ممنوع تبكي، اتربى بالتزامات. احنا عندنا التربيه كده، ده اللي بيحصل سوء التفاهم بين الزوجين بقى اللي طيب. بسميه انا اترجم لك الحوار الداخلي، انه ممكن يكون بيحب مراته جدا وقلقان عليها قوي، بتولد مثلا فتقول يا اسماء سابني في المستشفى ومشي، هو قلقان عليها وخايف عليها ولكن مش قادر يعبر عشان ما ينفعش يعبر. ده يقلل طيب. منه. انا عندي سؤال هساله لك ومش هنجاوب عليه لما ناخد التليفون. تمام. ده تمام. الانوثه الو الانوثه دي مش المفروض ان هي حاجه فطريه؟ أيوة. كل بنت بتتولد بيها. مش يعني مش حاجه لا مكتسبه. لا 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 مفيش حد هنجيبه مثلا راجل. انت جاوبتي قبل التليفون. طب خلاص هو التليفون واحد، مش مشكله بقى نكمل بقى. الانوثه دي فطريه، كل بنت اتولدت انثى بطبيعتها، بتحب حتى وهي طفله تلعب بالعروسه، ده عندها حته الامومه، تلبس لبس مامتها، تجرب الكعب العالي، تجرب الميك اب بتاعها. فاحنا بنقعد نقول لها لا بتعملي كده ليه وغلط، بنوقدها وبنبرمجها لا شعوريا. لما تكبر ان هي لا انا ما ينفعش اتزوق او انوثتي عيب. وعداء الانوثه الخوف، الخوف ده بسبب الوأد الانثوي والغضب. هتلاقي البنات دلوقتي بتغضب بصوتها عالي. انا بشوف بنات بتزعق معاك وتكلمك زي الراجل. او بنات بلاش تتكلم، بشوف بنات في الشارع لو جرايا عم في اللي هو ايه يا استاذه ده المفروض ليدي يعني انت المفروض في شنطه. تلاقي الراجل دلوقتي عنده خجل اكتر جدا. او قلقان من الست ممكن تبقى المراه المتوحشه يعني جدا والله. يعني دلوقتي ممكن تلاقي مثلا ماشيه في الشارع وما عملتيش حاجه لواحده في انت بتعمل كده، تلاقي واحد صاحبك طلع وبتكسر عليك وتروح فاتحه الازاز جرايا في ايه حضرتك المفروض يعني يعني انت اولا شوفي انت سايقه ازاي فبعد كده تيجي بقى تتخانق معايا وبتتخانق بطريقه فعلا انا بحس انا بتخانق مع راجل. فالموضوع هو ده بقى اللي انا بدربك رجعي لطبيعتك، بلاش الخشونه وبلاش الحياه الخجل. طب بتعملي ايه في الستات اللي بتلعب حديد؟ لا ده حكايه ثانيه خالص. لا دي ده ينفع ده ينفع فيهم ان تعمل لهم كورسات؟ انا مش حابه كده ابدا، ولا احب اشوف مصارعه نساء، ولا احب اشوف ست بتلعب كمال اجسام، مش لايق عليك. ما هو ده جديد، ده جديد اللي انا بشوفه في الجيمات دلوقتي. انت مش بتشوف مش منظر برضو عارف، بعيدا عن كل حاجة نفسية. بعيدا عن السلوكيات وعن كل حاجه هو مش منظر لما الاقي واحده كده عضلاتها اكبر من عضلاتي. الموضوع هيبقى صعب جدا، اللي هو طب احنا هنندمج مع بعض ازاي، هنتكلم مع بعض ازاي، يبقى في لغه حوار ما بيننا ازاي لما انا شايف ان جسمك اضخم من جسمي، والموضوع هيبقى صعب جدا. فهنا بيبقى في بقى حاجه تانية خالص. انا شايفه ان دي فيها حته نفسيه، في
في نوع من انواع الفوبيا انا سميته البنات الغير متزوجات، ما بحبش كلمه العانس والكلمه دي ما بحبهاش ابدا، متاخرات عن الزواج. في متاخرات عن الزواج بسبب ظروف وبسبب ان هي مش متقبلينها، عشان ما يعايري الجمال لازم تكوني بيضه وحلوه، بسبب ما فيش راجل يجي يتحكم فيا مثلا. في بقى متاخرات عن الزواج بفوبيا زواج تانية بسبب خيبات امل عاطفيه حصل لها صدمه، وفي ان هي شخصيتها عاليه قوي مش هينفع اي راجل معاها، لازم يكون زيها او اعلى منها عشان تقدر تحس ان هو اقوى منها. دي بتبقى حاله نفسيه بتبقى مسترجله شويه كل اللي بتعمله، بمعنى اتحداك انا راجل زيك. اللي هو الحته النفسيه بحس انا بالحته دي. معظمهم دلوقتي اليوم يعني بص، بعيدا عن الانوثه وبعيدا عن كل حاجه، تلاقي الست دلوقتي تقول لك انا زيك، انا بنزل اشتغل زي زيك، انا بروح الشغل باجي بعمل الاكل، ده انا زياده كمان عنك. أيوة. ان انا باجي وبتعب وبربي، وخصوصا لو هي مكتفيه ماديا خلاص بتستغنى. ولو هي في سيدات منفصلات مثلا معاها ولد معاها بنت معاها اتنين، تقول لك خلاص انا مش هتجوز، انا عندي مادياتي وبراحتي وانا معايا ولادي، اتجوز تاني ليه؟ الست المصريه فقد الانوثه برضو، لان هي بتفضل دايما اقول امومتها اكتر من انوثتها حتى لو هي متزوجه مش المنفصله بس. طب استاذه اسماء، دلوقتي بنشوف لبسهم البنات اكتريتهم يعني اكتريتهم بيميلوا للجينز. الجينز طبعا بغض النظر عن المقطع، هو الحجاب الفرق بينها وبين يعني والجينز بقى كتير قوي يعني. كان زمان كنا بنشوف فيه دريسات، كان فيه شويه جيب، في حاجات كده بيلبسوها شكلها حلو زي الافلام القديمه كده. في حلقه في ابتلاء. دلوقتي لا، في اخرام كتير جدا، في حاجات والوان كتير قوي، جينز قوي واللي هو بيبقى واسع كده اللي هو زي الباكي بتاع زمان، حاجه مودرن قديمه كده. البنات دي بيبقى فعلا ده بينفصل في الشخصيه ولا ده بيبقى ايه؟ هي عامله زي اطار وحصار تحمي نفسها من المجتمع، عشان هي اتربت زي ما قلنا وهي صغيره ان ممنوع ما تظهريش انوثتك، انوثتك دي هتبقى سبب لمصيبه ده اي حاجه بقى من القواضي الكتير اللي احنا عايشينها. هيحصل لك حاجه، خلي بالك. لو بنت ماشيه وقلقانه وخايفه كده، انت بتكذبي كل اللي حواليك ان فعلا يضروكي. تمام. الخوف ده حاجه زي ما يكون ليها رائحه ممكن اي حد يحس بيها. فانت ماشيه خايفه وبرمجتي بنتك على كده، وبرمجتيها من الطفوله ان انت مش انثى. وصلتي للمراهقه، كل الانحرافات. انا عجبني كلام ساره قوي ما شاء الله عليها، ان فعلا سن المراهقه مفيش حد بيسمع حد، ولا الام بتنبه، ولا حد بيسمع الولاد في السن ده. معظم الانحرافات بتحصل في سن المراهقه وتشكيل شخصيتهم، لان ده هو سن مرهق ليها ومرهق للاهل. انا حسيت ان هي مراهقه عشان كده بتبقى نص بنت ونص امراه. يعني بتبقى حاجه مرهقه، بتبقى حد صغير لسه عايش حياته، بتلعب لسه بين دي ودي، عارف ان هي لسه مش عارفه هي صغيره ولا هي كبيره. هتلاقيها متقلبه جدا في المزاج، متقلبه جدا في كل حاجه، عناديه قوي حتى لو كلام الاهل صح. فبتبقى محتاجه، انا دايما اقول صاحبوا اولادكم قبل ما يصاحبوا عليكم. طيب استاذه اسماء، انا عارفين طبعا ان حضرتك من قبل ما تعملي كورسات الانوثه دي شغاله في مجال الارشاد الاسري او الارشاد الاسري، مظبوط كده؟ منين بقى بداتي فكره ان انت تتحولي من الارشاد الاسري وتحطي المصطلح ده اللي شد ناس كتير فعلا ليك؟ يعني البدايه كانت من هو انا تعمدت، عارفه ان كلمه انوثه دي هي حاجه راقيه قوي، انا بقول انوثه راقيه وهتشد الناس قوي، ولكن انا تعمدت بسبب انا تنميه بشريه كمان، فتخصصت شويه للستات والبنات عشان انا زيهم وحاسه بيهم ومفهمه. هو الارشاد الاسري ده ايه؟ الارشاد الاسري ان استشارات اسريه لكل الاسره، حتى انا عامله منهج خاص بسبب الاستشارات دي اسمه منهج مثلث المشاعر. منهج مثلث المشاعر، احنا هنخش في حاجات كده، خلينا زي ما احنا في الانوثه اللي احنا عارفينها. ده معانا تليفون كمان. مدام امنيه من القاهره، الو، هنكمل مع حضرتك استاذه اسماء، احنا خلينا وقفنا. نور يا مدام امنيه، لو سمحت كنت عايزه اتواصل مع الاستاذه مع حضرتك، هي ابتدي الكورس بتاعها ده فين؟ ايه ده على طول كده؟ على طول كده هتبتدي الكرسي فين؟ طب الاول قولي لنا ايه رايك في الفكره؟ يعني داخله على طول كده، اكيد هترجع لي الاعداد. طيب. يقول لك بس انت محتاجه تقولي لها اي سؤال او توجهي لها اي سؤال؟ لا مش محتاجه سؤال، بس هو عايز اعرف يبتدي الكورس ده فين؟ طب انت عايزه الكورس ليه طيب؟ ليه عايز يعني عايز تعرفي ليه؟ عايز تاخدي الكورس ده؟ قول الحقيقه. طيب بص، انت واضح انها محرجه من ضمن مش كلهم الدنيا محتاجه كورس زي ده؟ مش كل يعني انت شايفه الموضوع تمام؟ انا عجبني الفكره اصلا. شفت بقى؟ طيب خلاص. طيب بصي، خليكي بقى ارجع للكنترول، هم هيقولوا لك بالظبط البيج ايه، وكملي معانا بقى بقيه الحلقه كده، هتستفيدي بكلام استاذه اسماء. احنا بنشكرك جدا جدا على تليفونك، ونرجع بقى تاني لنفس الموضوع. كل بنات الجامعه بالذات فيهم الحته دي، وانا بحب قوي الحقهم. يعني الاستشارات الاسريه كمان بتيجي الام ومعاها الولاد، ولد او بنت، بتيجي تقول لي انا اتجننت من الولاد، انا عايزه اموتهم، انا بادي عليهم، وغالبا هي اللي مجنناهم. تمام. غالبا الام هي اللي بتطلع مجننه الولاد. ليه بقى؟ لان هي عندها معتقداتها موروثات، زي ما احنا وقعدنا من قديم الازل، وهي بتقلد تيتا وماما، مع احترامي ليهم، بتقلد المجتمع والجاره،
ان الولاد مجننني، مين الام ما قالتش انا اسيب لكم البيت وامشي، انا مش راجعه لكم تاني، الولاد جننوني. في تطور في المجتمع حضرتك يعني، زمان كانت ماما امينه ما ينفعش تسيب البيت لبابا السيد، دلوقتي عادي في اي وقت، دلوقتي ماما امينه بتركب طياره على دبي تتدلع وترجع. الموضوع اختلف من زمان، هي البنت بتتجوز اوريدي جاهزه على كده، متبرمجه ان هي جوازها شهر عسل بس، متبرمجه ان الولاد هيجننوها. فهي اي حاجه يعملوها هم مجننيني، انا بحاول اخليهم يتفاهموا مع بعض، المثلث المشاعر ده تمام للعلاقات الاسريه كلها. طب مهما اتصل بينا دي خليتني برضو فكرت في حاجه دلوقتي. هو الكورس ده قد ايه يعني؟ لا هو مش كورسات زي ما بيقولوا، ندوه مره واحده بس. احنا بقى عشان احنا ايه، بص انا ضد الندوات، عندي ناس كتير قوي وعمر هجيبهم لك يعني. انا ضحكت يعني، الناس اكيد بتسال دلوقتي يعني الكورس ده تكلفته تقريبا قد ايه، وهل في شهاده مثلا ان احنا خدت شهاده الانوثه؟ خدت بقى بموت، انا خدت شهاده الانوثه يا ماما، انا عايز ابقى فاهم برضه. لا مفيش، تروح تتقدم العريس يتقدم لها انا معايا شهاده انوثه. لا هي مش شهاده، تدريب ان هي ازاي تتعامل. ده بتبقى حلو قوي ان هي تيجي في سن الجامعه، او الام لما تيجي تتكلم زي ما قلنا عن ولاد الصغيرين، بنتها وهي بتتعامل معاها قولها تعالي لي بقى يعني الحقها وهي صغيره، اعملي معاها كذا كذا كذا، سيبيها تعيش انوثتها قدامك وقولي لها الكلام ده في اطار البيت، بره البيت لا، هاتي علبه الميك اب وخليها تجرب وخليها تتعلم وتحب نفسها، ونقول لها بره البيت مفيش الكلام ده. ده مع بتاعت الكورس اللي حضرتك بتتكلمي عنه، ده مش كورس حضرتك يعني، او المده بتاعت الوقت اللي انت بتتكلمي عنه. هو يوم واحد، انا ضد ان اعمل ضد ان اعمل كورسات لمده شهر لا هي مره بص خفيفه والمعلومات تبقى اخف، وممكن اخصص كل مره حاجه لكن كم معلومات هائل. ليه الكورسات دلوقتي مع احترامي لكل المراكز طبعا بتبقى شهر، بتبقى اربع مرات في ثلاث مرات في الاسبوع او مرتين على مدار شهر. في ناس بتيجي من بعيد، انا كمان في 6 اكتوبر صعب يجوني في التجمع الخامس من كذا ومن كذا. حلو حلو. هم بيجوا حتى الاستشاره او الندوه ويتواصلوا معايا على الفيسبوك والواتساب. يعني يوم او يومين استاذه اسماء؟ يوم، هي بتيجي استشاره دي عادي زي ما تحب تتابع. بقى للربح؟ لا ابدا، والله عامله تطوع بقالي 5 سنين، بقالي 5 سنين في المكتب بس، المكتب بس باخد مقابل عشان المكان اللي انا فيه. لكن مش بادجت بقى ولا ابدا والله يعني، الاستشاره تطوع ب 50 جنيه انت حضر لك 30 40 حد وانا هجيبهم كل اصحابي ناخد كوميشن. كوميشن ايه يا حبيبي؟ يعني ما دام لا ناخد كوميشن، اصل ناس كتير على فكره ممكن تكون بتتفرج علينا دلوقتي يقول لك لا ما هو ممكن يكون الموضوع ربحي مش اكتر من كده، يعني ايه كورس ونص اصلا؟ بدليل انا ما كنتش عايزه شهره ولا الحاجات دي كلها، وربنا اكرمني بكل ده عشان نيتي خير والله العظيم. اخر سؤال بقى، بما اننا كده في مجتمع شرقي ما بيعملش مشكله ده للبنت لما بتيجي تروح تقول لباباها او لمامتها او خطيبها او جوزها او ايا كان انا رايحه اخد كورس انوثه؟ فالموضوع بيبقى تقيل وصعب. بتيجي استشاره الاول، هي بتيجي استشاره الاول، انا رايحه وبيبقوا عارفيني، او بتقول لها شوفي مثلا صفحتها وشوفي كلامها. الامهات نفسهم احيانا بيبعتوا لي بنات الصفحه مكتوب عليها ايه بقى؟ اسماء مراد الفخراني. اسماء مراد الفخراني وفي بقى همس الروح، وفي على اليوتيوب. عايزه اقول لحضرتك ان انا بدات اساسا من 5 سنين كان كلام عام مع صحباتي مع بنات من كل الوطن العربي، بدات احس ان كلامي مؤثر معاهم شويه. تمام. شويه عملت بيج، وبعدين درست بقى التنميه البشريه والارشاد الاسري وكملت. فالموضوع لقيت ان الكلام مؤثر، كلامك ريحني يا اسماء، انت فهماني يا اسماء، فحسيت ان هي رساله. بعد كده انا بقالي سنه بالظبط الموضوع في المكتب، هو انا حسيته كان هو تطوع بقى. حسيته يا استاذه اسماء كده من اللي هو الحاجه النفسيه شويه، يعني ان انت بتقعدي تتكلمي اكني مريض رايح لدكتور فهيقعد يتكلم معاه، بس هو داخل مؤهل ليكي. أيوة. انك تتكلمي معاه فياخد منك كل المعلومات. لازم تكون هي عايزه تتغير، لازم هي عايزه تحكي بالظبط، لازم هي وبعرف كل حاجه من طيب. نشأتها لازم تحكي لي نشأتك انت، بابا وماما ازاي وانت عامله ايه معاه. طيب تعالي بقى ناخد رانيا كده من القاهره. يا رانيا مساء الخير. مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا رانيا، وقولي لنا بقى كده ايه رايك في كورس الانوثه ده؟ انا الحقيقه شايفه ان الفكره جميله جدا، لان البنات فعلا الفتره دي محتاجين ان هم يبينوا انوثتهم اكتر. وكمان يعني ويعني البنات حتى الفتره دي بقى اللبس بتاعهم كمان يعني بيبين ان جسمهم، حتى في اللبس باين ان الجسم يعني ما. طيب انت ممكن تروحي تشتركي في كورس الانوثه ده، ولا هتبقي عندك نوع من انواع الخجل كده من البيت من المجتمع اللي حواليكي؟ لا عادي يعني، ما مش فكره، اصل طالما حاجه هتفيدني وحاجه هتفيد شكلي قدام الناس فمش هتبقى عندي اي اعتراض خالص. تمام يا رانيا، شكرا يا رانيا. انا مش عارف اقول لك ايه، بس ما دام انت عندك الاقبال على الموضوع ده فيلا روحي اعملي كده، وده هتبقى حاجه مفيده ليكي. بشكرك يا رانيا على التليفون. حسستني ان هي حاجه صعبه ليا. مزانه انا شايفها، اصل مش المجتمع بيتقبل كل حاجه. المجتمع شايفها كلمه عيب، مش عيب والله، مش كل حاجه في المجتمع عندنا بيتقبلها. احنا بنطرح الفكره دلوقتي والمشاهدين بيتفرجوا علينا. لا احنا متفتحين على فكره، بس المشاهدين بيتفرجوا علينا. فانا لاحظت ان الناس متجاوبه، فدي حاجه حلوه.
ان هم فعلا في شايفين. انا ما شفتش اي حاجه حد بيعترض الا الكوميكس على الفيسبوك وبعتوا لي بقوا 10000 دلوقتي. احنا مش لاقيين حاجه نتريق عليها، نتريق على نفسينا. التريقه شويه انا محتاجه فعلا. انا عايزه اتغير، انا مش فاهمه نفسي. وحاجه غريبه جدا يا استاذ ممدوح، تلاقي البنات تقول لك انا ما عنديش ثقه في نفسي وهي قويه وبتزعق وعنيفه. لا ده الموضوع كبير، انا ما عنديش ثقه في نفسي. الموضوع كبير قوي ومحتاج بقى حلقات كده تتفرد علشان نتكلم. احنا محتاج تقارير ننزل ولا بتاع راجل غزل البنات ده. انا قلت لي تتريق عالمي بصراحه، مش بس غزل البنات. بشكرك جدا يا استاذه اسماء بجد، وحاجه فقره ممتعه جدا. انا استمتعت بيها كالحاجات بتاعت الانوثه اللي هو تدريب الانوثه وتاهيل الانثى ترجع تاني زي ما كانت زي زمان. بشكرك جدا. الانثى وتتغير كمان، تتغير طريقتها القديمه، تكون شعرها انا مفيش حد احسن مني وانا مش احسن من حد. الله. وانا كمان بشكرك جدا. انا اتقال لي حاجه دلوقتي في الاير بيس اللي انتوا مش متخيلين ايه اللي حصل. بس وترج مره واحده هو اللي اتقال لي. انا حسيت بصدمه عصبيه. طب كويس، احنا هنروح دلوقتي بقى يعني خلاص. احنا بشكر حضرتك جدا يا استاذ اسامه، وهكملي معانا بقى كل كده اكله حلوه مع الشيف حسن حسونه. عامل لنا النهارده حاجه جامده جدا وهي الحواوشي. تعالوا بقى نطلع فاصل كده ونرجع للحواوشي على طول معايا. بصوا الرياكشن، الرياكشن. خليكم معايا.